أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخطاط والأكاديمي العراقي الدكتور مثنى عبد الحميد العبيدي. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. حي الجزائر، حي الشعب والبلد، وعانقوا في ثراها المجد والشهداء. حي المغاوير، حي المغاوير، والأبصار شاخصة تعانق الفجر والنور الذي ابتعد. تطاول الليل والأرجاء مظلمة، وقد تمادى الأسى في الأرض واحتشد. تموز ما جف ملح الأرض في دمنا، ومنبع الفخر يا ديغول ما ركد. لا يدرك النصر من خارة عزيمته، ولا ينال العلا إلا الذي كدد. مليون شمس من الأقداس في مشرقة، مليون شمس من الأقداس مشرقة، وكلما رف وعد للفدا اتقد. غنيت للمجد والأوراس واثبة، كفارس كلما رام العلا نهدا. في نكهة البني من سمراء ذي يزن، هذا العبير المقفى بالشذا وفدا. لمحت وهران تزهو وهي بهية، تراقص الرمل والأمواج والزبد، كأن غرناطة بالمجد مترعة. عند الأصيل يناجي طارق الأمد، نور من الله عم الأرض فابتسمت له الحياة. ومن قلب الدجى ولدا، أحن للنيل يا وهران بي شغف إلى الفرات، وكم غنى الهوى بردا. يا شام بي لوعة حرة وبي ظمأ، لا الماء يجري ولا الظمآن قد وردا. مثل الغريب وقد طال السهاد به، في هدأة الليل لا صلى ولا رقد. على القباب حمام القدس واقفة، ورافد الشعر يا صنعاء ما نفدا. الذكريات على الشطآن غافية، وزورق الليل بالأحلام كم شردا. يا بيلسان شموع الحب من طفأت، ولاعق الشوق، ولاعق الشوق للأوراس ما خمدا. عروبة بعرى الإيمان عامرة، ونخوة لا ترى في صدقها فنادا. على طريق الهدى صارت مواكبنا، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا. شكرا. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد أدعوكم إلى متابعة فقرة هذا كتابي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عماد أفقير، شاعر وقاص من المملكة المغربية، وهذا كتابي أجساد يحضنها القدر، مجموعة قصصية منشورة عن دار لوتس للنشر والتوزيع. تزينت وجلة الغلاف بلوحة فنية للفنان التشكيلي العراقي علي عبد الكريم. يقع الإصدار في
و12 صفحة من القطع المتوسط، ويضم بين طياته 16 قصة تصدرها تقديم للكاتب والقاص والناقد السوري محمد ياسين صبيح. قصص المجموعة تجسد آلام الإنسان كما تجسد أفراحه وأحزانه، وتسافر مع شخصياتها الباحثة عن لقمة عيشها، وتجتاز معها دروب الظلم والسرقة والهجرة. وقد اخترت لكم مقطعا من تقديم الناقد محمد ياسين صبيح يقول فيه: لقد أخذنا الكاتب عبر عوالمه إلى قارة إفريقيا وإلى أوروبا، فعرفنا كيف يعاني المهاجر وكيف يفكر وكيف يعيش مشردا وكيف يغامر ليصبح حرا بمفهومه الذي جعله يرسم أهدافا للحياة، وعرفنا كيف تعيش بعض الشخصيات حالات الإحباط والسعادة المؤقتة، وكيف يوصد الأبواب بوجهها. هي مصائر لشخصيات متروكة في وسط الطريق تبحث عن ذاتها وتحاول أن تقرر جهة الحياة التي يمكن أن تتابع فيها مستقبلها. مجموعة اشتغل عليها الكاتب بتأني ودراية بكل متطلبات الإبداع القصصي، استلهمت مصائر الإنسان والمجتمع بكل حالاته. هكذا كانت الأجساد التي احتضنها القدر. شكرا على حسن إصغائكم وتتبعكم، إلى اللقاء. أدعوكم لمتابعة فقرة الخط العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، في هذه الفقرة سأطرح فكرة جديدة أسميتها بالحساب الذهبي للحرف العربي. هذا الحساب الذهبي مميز حيث حذفنا النقطة كوحدة قياس، وجعلنا القطة قطة قلم هي التي وحدة قياس، والنقطة تركناها فقط للتشكيل. لما نلاحظه في مجتمع الخطاطين والمبتدئين تحديدا في تعليم الخط العربي، فمباشرة ينتقلون إلى الكلمة إلى السطر ولكن يبقى الحرف ضعيف. فالله عز وجل وفقنا إلى طرح طريقة جديدة وهي حساب الحروف. اخترت حروف الخطاط محمد شوقي أفندي الذي اتفق كل خطاطي العالم على أن لديه أفضل الحروف الموجودة في سوق الخط. فالآن سأشرح باختصار هذه الطريقة وكيف يمكن الاستفادة منها وكيف يمكن التعلم بها. تابعوني. أدينا هنا حبر ياباني من الأحبار المميزة للكتابة، القصب اسمه قصب الهندام الأندونيسي. الفكرة الرئيسية وهو نبدأ بنقطة أو تعليم عن طريق النقطة. فنلاحظ الطريقة الكلاسيكية وهي أن يكتب الإنسان مثلا حرفه الدال في خط النسخ، أو مثلا ألف، تمام، أو مثلا باء. فنلاحظ أن الخطاط أو الأستاذ في تقديمه للدرس نجده يكتب ثم يحسب، كيف يضع نقاط 1 2 3 4 5. وهنا أيضا في الألف يقول 1 2 3 4 5 مثلا، الدال نقطة هون وهنا يقول نقطتين وهنا نقطتين ونصف مثلا. نلاحظ أن كل الفنون يفكر ثم يخطط ثم ينفذ، إلا فن الخط العربي نرى الأستاذ يكتب ينفذ ثم يحسب. وهذا أراه مبدئيا خطأ. لماذا؟ هل وجدتم شخصا يبني بيتا ثم يأتي
المهندس ويقول له ما رأيك في البيت؟ فيقال أن التخطيط يوفر 4 ساعات في التنفيذ. فلهذا هذه الطريقة الكلاسيكية جعلت من الطلبة يتمرنون كثيرا ويعيدون نفس الحرف الخطأ طيلة 20 سنة، فيكون خطهم جميل ولكن يحتاج في البداية إلى قواعد لتقوية الحروف. هنا وفقنا الله عز وجل أن أتينا بحرف شوقي محمد أفندي الذي يدرس عنده كل الخطاطين المعاصرون عن حروفه رحمة الله عليه. وجدت أن الأستاذ شوقي لو استطعت أن أحسب حروفه قبل الكتابة، كيف أن أجعل مخططا، يعني خطة من البداية ثم في نصف الطريق ثم النهاية. فعندما يعمل خطاط سطر هكذا الكلاسيكي يأتي إلى هنا ويكتب ألف، ولكن من قال له ابدأ من هنا؟ الأمر نسبي. أيضا حساب الألف بالنقاط الأمر نسبي، لأنك لا تستطيع أن تعيد نفس النقطة، ولكن إذا حسبت بالقطة القلم عموديا أو أفقيا فقط حصرا تأتي 1 2 3 4 5 6 7، بحيث ألا تترك فراغات واضحة مثل ما يتركها الخطاطون في النقاط عموديا أفقيا. مثلا أتي 1 2 3، لو أتيت بشخص محمد من بلد أخرى قلت له من أول لمسة أعمل مثلها يعمل 1 2 3، ولكن لو قلت له أعطيني هاته النقطتين قد يبقى شهر ليأتي بهذه النقاط، لأن واحد نقطته هكذا وآخر نقطته طويلة ميل النقطة، فيتطلب عليه تعلم صناعة النقطة قبل أن يتعلم الحساب بها. لهذا عمدنا إلى هذا الحساب وهو الحساب بقطة القلم عموديا وأفقيا، وصارت حروف النسخ الجلي أو النسخ الدقيق حسابها كالآتي: سنعرف حساب 3 حروف الأولى ألف وباء ودال. تابعونا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخطاط والأكاديمي العراقي الدكتور مثنى عبد الحميد العبيدي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. مثنى ضيفا على فضاءات وعلى قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك، أحفظكم إن شاء الله. حياك الله دكتور، وفرصة سعيدة أن نلتقي بك و يعني تأخذنا في جولة في فضاء ورحاب الخط العربي وهذا الفن الجميل. الدكتور، أغلب المصاحف كتبت بخط النسخ. نعم. يعني بودي أن نطلع على أسرار هذا الخط، لماذا اختير هذا الخط بالذات لكتابة المصحف الشريف؟ نعم. متى وجد هذا الخط؟ من سمى هذا الخط بالنسخ؟ نعم. ومن أول من كتب به؟ نعم. طبعاً الخطوط، مسميات الخطوط تتقسم لـ3 أصناف. نعم. منها ما يسمى حسب وظيفته وظيفياً، مثل خط النسخ، أنه يسمى من أجل جانب وظيفي معين، مثل خط الديواني، مثل خط الرقعة. النسخ سمي بالنسخ لأنه كانت تنسخ به الكتب، سواء كانت مصحف أو غير مصحف، أي كتب علمية أو كتب فقهية أو حديث أو فقه. الديواني كانت تكتب به مثل دواوين الدولة بفترة الدولة العثمانية. الرقعة تكتب به رقاع الدولة فسمي بخط الرقعة. وكذلك يعني الخطوط، هناك أكثر من خط يسمى من أجل وظيفته. هناك خطوط تسمى من منشأها، من أين اشتهرت بها المكان الذي اشتهر به، مثل خط الحجازي. نعم. أو الخط المدني أو الخط المكي اللي كان ساعد بالقرن الأول لكتابة المصاحف في القرن الأول. ومنها ما يسمى حسب أدوات الأدوات التي يكتب بها، مثل القلم، ما يسمى بقلم الطمر اللي هو خط الطمر. قبل سابقا كانوا يسمون الخط بالقلم، لا يسمى بالخط. نعم. يعني لا يقولون خط النسخ، يقولون قلم النسخ، أو يقولون قلم الثلث أو قلم الطمر. فمثل خط الطمر هو كان الأداة اللي يكتب، الورق اللي يكتب به بشكل رول، كان اللي ساعد بفترة القرن الثالث بالدولة العباسية، فيكتب به لتزيين القصور لتزيين المساجد، يكتب بشكل ورق بحجم كبير، والقلم سمي بقلم الطمر حتى قلمه كبير عريض، اللي هو صار اليوم عندنا احنا نسميه الثلث الجلي. لماذا يسمى الطمار؟
عادة نشأة الخط كان يكتب على الرقاع. نعم. اللي هي تسمى نسميه احنا الرق، ما يسمى بالرق. الرق. نعم. هو يؤخذ من معدة الحيوانات، معدة. نعم. مثل الماعز او الغنم، ويعالج بطريقة ما ينطينا ما يسمى بالرق، التي كانت المصاحف تكتب به بالقرن الأول والقرن الثاني إلى حد بداية القرن الثالث. من صارت الدولة العباسية صارت صناعة الورق أتت من الصين لانتشار. نعم. الدولة الإسلامية للصين، فصارت صناعة الورق وكتبت المصاحف بالقرن الثالث على الورق. نعم. مثل مصحف الشهير لابن البواب في مكتبة تشستربيتي. نعم. اللي كتب بخط النسخ، وهو من أشهر المصاحف وأوائل المصاحف، ما نقول الأول، نقول من أوائل المصاحف التي كتبت بها بإتقان بخط النسخ، اللي كتبت بالقرن الثالث، الخطاط البغدادي الشهير ابن البواب كان كتب على الورق، لم يكتب على الرق. نعم. الطومار ماذا يفرق عن صناعة الورق؟ عادة كل مبدأ كتابة المصاحف أو المخطوطات مبني على أساس الشيت. الشيت اللي هو القطعة، يعني الورقة تصنع بشكل قالب بتصنيع الورق ويصير بشكل قطعة. من احتاجة العمارة الإسلامية في الفترة العباسية أنه يسوون تزيين، يستخدمون الخط كتزيين بالقصور بالمساجد. راح يحتاج المصمم ما يقدر يخط هو على الجدار مباشرة، لازم أكو قالب خلينا نقوله، وهذا يطبع على الجدار ويحفر بالآجر أو على الطابوق أو بطريقة ما وينفذ. فكان القالب اضطر أنه يحتاج إلى ورق طويل. نعم. بشكل رول عريض، يعني خلي يكون ارتفاع خلينا نقول 70 سنتيم أو متر أو 110، بطول 30 متر، بطول 50 متر، بطول 60 متر. هذه الصناعة الورق ما كان يصنع بهذا الشكل، من سوم هذا الورق سمي بالطمر، والخط الذي كتب به. نعم. سمي بالطمر، والقلم الذي كتب بهذا على هذا الورق اللي هو كانوا يجيبون مثل الفرشاية. نعم. شعر يسمى ذيل البرذون اللي هو نوع من أنواع البغال، وإلى طريقة ولا قصة تاريخية معروفة للمختصين أنه يقصون هلقد عدد شعر 12 شعرة ومن أما يقول 9 شعرات، ويقص بطريقة مائلة ويكتب به، يعني ما استخدموا البوص مثل ما نقول أو القصب. نعم. إحنا نسميه بالعراق. فهذا الورق سمي بالطمر، فالخط سمي بالطمر. رجوعا للسؤال، هاي سبب تسميات طيب الخطوط. أنا كان بيودي أنه أسألك هذا السؤال حقيقة، لماذا كيف جاءت تسميات. نعم. الخطوط وأشكال الخط العربي، لكن أنت يعني جاوبتني الآن عن بعض الأنواع منها، لكن أنا سؤالي هو النسخ، لماذا اختير خط النسخ أو قلم النسخ كما قلت لخط كتابة المصحف؟ المصحف الحقيقة بالقرن الأول والقرن الثاني كانت تكتب بالخط المدني. نعم. أو الحجازي، وكان هذا الخط معروف غير منقط، أضيفت النقاط بعدين. القرن الثالث اللي بداية زهو المدرسة البغدادية. نعم. من عندما ابن مقلى الوزير وضع القواعد الصارمة للخط وأصوله، واشتهر الرسم المصحفي أنه يجب وأضيفت الحركات للمصحف، صار عندنا يجب إيجاد نوع من أنواع الخطوط. أولا يتميز بمواصفات، أولها عدم التقاطع فيه. نعم. وهي الصفة موجودة بخط النسخ، أنه الكلمات لا تتقاطع مع بعضها، كلمة. نعم. جنب كلمة. بعدين خط النسخ خط فيه حركات. نعم. فيحتاجوها بأنه المصحف للأعاجم أو يقرأ الغير الحفظة يقرأ بطريقة صحيحة لا لبس فيها، وهو خط فيه حركات. هناك خطوط ما فيها حركات مثل الرقعة. نعم. والديواني أو التعليق. نعم. وهناك خطوط فيها حركات مع زينة. زينة ليست لها قيمة الحركة، لها قيمة جمالية. نعم. خط النسخ يحوي على الحركات ولا يحوي على الزينة. نعم. فصار بسبب عدم تقاطع الكتابة لقصر الأسطر مالته، ما يحتاج لقلم كبير بالكتابة، يستخدم بقلم واحد ملي أو واحد شوية ملي، لوجود الحركات فيه، لعدم وجود الزينة فيه، فصار من أنسب الخطوط التي تكتب به المصاحف أنه يكون مقروء واضح لا لبس فيه لا تقاطع فيه وسريع الكتابة. نعم. خط النسخ إنجازه بالكتابة أسرع بكثير من خط المحقق اللي اشتهر فترة بكتابة المصاحف، حجمه أقل فما يكلف بالحجم للمصحف. نعم. ويكتب بوقت سريع وفيه حركات قبل التصحيح ولا وجود للزينة فيه. من أول من كتب المصحف بالخط النسخ؟ من الصعب التكهن، المخطوطات عدد مهول. أنه تقول إحنا نقدر نقول من ما هي أشهر، ما هي أوائل المصاحف الشهيرة. نعم. بالنسخ أنا أقول لك هو مصحف ابن البواب اللي كتب بالقرن الثالث الهجري. يعني الراوند 900 إلى 1000 ميلادي تقريبا، وكتبوا الخطاط شهير ابن البواب، والنسخة الأصلية موجودة محفوظ في مكتبة تشستر بيتي في لندن. وهذا النموذج رائع، يعني فريد الطراز من نشوف الكتاب وحجم الكتاب. نعم. وحجم النسخ لليوم تقريبا
نكتب على هذا النسق. يعني من إجا بعد ياقوت المستعصمي كتب على نهج من البواب، نعم. ومن إجت الدولة العثمانية واشتهرت المصاحف العثمانية، ما نشوفها المصاحف العثمانية غير مقصود فيها بالرسم العثماني، مصاحف الدولة العثمانية اللي أبدعوا بالنسخ أيضا وطوروا، شفنا كل النسق صار مثل نسق مصحف من البواب، فنقدر نقول هو الأشهر تاريخيا. جميل. أكثر الخطوط تداولا بالحياة اليومية هو النسخ والرقعة، نعم. وهناك تشابه بينهما، كيف نستطيع أن نفرق بين النسخ والرقعة؟ أولا السؤال المقصود بالأشهر خطوط، هناك شيء يسمى الخط وهناك شيء يسمى الكتابة، نعم. أنا دائما أؤكد عليه من أدرس للطلاب، أقول له هناك شيء يسمى الكتابة الدارجة، هذا الكتاب تكتب بقلم ذو نقطة واحدة، نعم. أن طريقة الكتابة ما لها علاقة بالموازين وسماكة القصبة والثاني هو الخط اللي يكتب ببوص أو بقلم ذو نقطتين. الفرق الرئيسي إذا نقول، إذا تقصد بسؤالك سعد محمد أنه الدارج بالكتابة، نعم. بين الناس هذا، نعم. اللي تقصده الرقعة والنسخ هو الدارج. اليوم بدأ ينقرض النسخ، نعم. الجيل آبائنا كانوا يكتبون النسخ أكثر من عندنا إحنا، وهسه الأولاد بطلوا يكتبون رقعة. الفرق الرئيسي بصريا بينهم أنه الرقعة تكون مختزلة كثيرا، قصيرة، الألفات مالتها قصيرة، نعم. أقرب للمزج. النسخ ما في مزج، الألفات مالته أطول، فيه نوع من أنواع الجمالية بالألفات يخلون فيها ترويس، فيها الكاف الزنادي، فيها أكثر جمالا. بس من نشوف الكتابة سريعة مدمجة قصيرة الحجم، نعم. فنعرف أنه هذا الرقعة تقريبا. جميل. الكثير من الخطاطين الذين يعني التقيت بهم في 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 برنامجي، أيضا التقيت فيهم في نشاطات وفعاليات للخط العربي والزخرفة، يدينون بالوفاء للمدرسة العراقية في الخط العربي. يعني كيف اكتسب خطاطو العراق هذه المنزلة والمكانة؟ المدرسة البغدادية مدرسة عريقة جدا، وهي الأقدم بابتكار قواعد الخط العربي. بغداد لم تكن تمثل حقيقة دولة العراق، بغداد تمثل الحضارة الإسلامية، هي عاصمة، نعم. العالم الإسلامي. فالخط من يعني ابتكر فيها، قواعد الخط ابتكرت فيها، هذا نكون دقيقين، نعم. أنواع الخطوط ابتكرت فيها، مثل ياقوت استنبط الأقلام المتعددة، خطوط متعددة، أنواع الخطوط اللي كلها أخذت من ياقوت اللي كان بعد ابن البواب، نعم. يعني هناك ثلاث محاور، ابن مقلة الأول، نعم. هو وأخوه أيضا خطاط شهير جدا، بعدين ابن البواب إجا وراء بما يقارب أقل من قرنين بشوية، بعدين إجا وراء بقرن وشوية إجا ياقوت. هذول الثلاثة وضعوا القواعد الرئيسية للفن، لفن الخط، وابتكروا كل أقلامه بالمناسبة، بل وحتى هناك قد يعني خطوط انقرضت كانت سائدة في بغداد، اليوم بقى منها مثل 12 خط أو 17 خط، هي كانت عشرات الأنواع من الخطوط، نعم. فالإرث التاريخي هذا خلى التوارث الفني بمدرسة بغداد موجود بقوة وحاضر بقوة إلى الأجيال القديمة، يعني القديمة عفوا إلى الأجيال الحديثة، بقت مدرسة بغداد مستمرة حتى من انتقلت إلى الدولة العثمانية، نعم. وصارت الأساتذة الكبار العظماء رحمة الله عليهم اللي في الدولة العثمانية رجعت بغداد، وبقت في ألقى مثل هاشم البغدادي رحمة الله عليه، والأستاذ الكبير رحمة الله عليه توفى مؤخرا، أستاذ الكبير عباس البغدادي رحمة الله عليه. فماكو خطاط عربي اليوم تسأل تقول يسألون الخطاطين، أقول لك ما في خطاط عربي حتى إذا لم يلتقي بهاشم، ما درس على كراس هاشم البغدادي، نعم. وماكو خطاط يعني ما تأثر بكراريس الأستاذ عباس البغدادي اللي سواه سنة 87 واللي بواصل التسعينات، لذلك يحسون بالولاء لهذا الشيء، نعم. جميل. يعني قلت لي أنت هذا اكتسبت المدرسة العراقية هذه المكانة طبعا بحكم أنه بغداد كانت عاصمة، نعم. الدولة الإسلامية، وهي من تطورت، نعم. هي من ابتكرت تطور الخط. قبل قليل حضرتك تحدثت عن أنواع الخط أو تحدثت عن أشكال جزء من أشكال الخط، نعم. يعني الغالب هناك ستة أنواع أو سبعة أنواع للخط دائما نسمعها في، نعم. في الفعاليات، فعاليات الخط العربي، اللي هي الخط الكوفي، الرقعة، الثلث، النسخ، الديواني والفارسي. يعني تحدثت حضرتك كما قلنا أنه عن جزء من هذه الخط وكيف منحت هذه الخطوط والأشكال التسميات. بدي أن نتحدث بشكل أكثر تفصيلا، هذه كيف جاءت الأسماء، وهناك طبعا يعني كما قلت أنا الدارج هناك ستة أنواع أو سبعة أنواع، من لكن عندما نغوص أكثر في هذا المجال عشرات الأنواع، نجد عشرات الأنواع، منها من قرأ بعضهم من يقول أنه هي أصلا نسلت من
نفس الخطوط هذه. نعم. الخطوط نفسها. نعم. يعني ودي أتحدث بشكل أكثر تفصيلي عن كيف يعني كيف الثلث سمي الثلث، كيف النسخ سمي النسخ. حضرتك تحدثت عن النسخ. نعم. الديواني، الفارسي، الكوفي. نعم. كيف أو من الذي أعطى هذه الأسماء؟ يعني أنا تكلمنا يعني بمسألة أنواع التسميات، أصناف التسميات خلينا نقول. نعم. منها ما سمي على المدينة أو التي اشتهر فيها المكان التي اشتهر فيها. بالمناسبة مثل الخط الكوفي. نعم. الكثير من المستشرقين مثل يقولون الخط الكوفي غلط تسميته بالكوفي. لأنه كوفي، الكوفة لم تشتهر بكتابة الكوفي. مثل ديروش اللي هو المستشرق الأكبر تكلم يقول هذا يسمى بالخط العباسي. لأنه كان ساعد بالدولة العباسية ما مو بالكوفة. نعم. مسألة الخط الحجازي هذا. نعم. مصطلح حديث أطلقته الباحث نابي آبوت بال36. نعم. من بحثت على أصل الكتابة العربية وقالت هذا نسميه بالخط الحجازي. نعم. هو التسمية ابن النديم القديمة يسمى بالخط المكي أو الخط المدني الذي كان سائدا في مكة والمدينة. فهي من سوت البحث شافت أنه لا وجود اختلاف فني. نعم. حقيقي بين الخط المدني والمكي، هو نفسه بس سمي حسب المدينة اللي يكتبون بها. فقالت الأفضل أن نسميه بالخط الحجازي اللي هو يجمع المنطقة. إذن الخط المكي والخط الحجازي هو واحد، هو الخط المكي والمدني واحد. ونابي. نعم. أبو تطلقت عليه بالخط الحجازي حديثا، وأغلب الناس قد يتصورون أن هذا الخط الحجازي هو تسمية قديمة. لا، تسمية حديثة سنة بثلاثينات القرن اللي فات. بقية المسميات قلت لك مثل خط الثلث نسبته يسمى حسب نسبة الأقلام. نعم. يعني هناك قلم قديم يسمى قلم الثلث وقلم الثلثين. نعم. وهو كله مشتق من الخط القديم اللي هو طمار. كيف أنه يأخذون هذا عدد الشعرات الكتابة اللي يكتبون بها، يأخذوها من ذيل البردة ونسوها مثل الفرشة خلنا نقول. نعم. وتقص بطريقة مائلة ويكتب بها الحرف. فمن شافه أنه يزغر القلم أخذ قلم قيمة الثلثين من الفرشة سمي. نعم. بقلم الثلثين. قيمة الثلث سمي بقلم الثلث. النسخ بسبب أن تنسخ به المخطوطات. خط الفارسي هذا تسمية غير موجودة بالحقيقة. نعم. هناك يسمى بخط التعليق. خط التعليق الذي كانت قديما يسمى بخط الهوامش لأنه كان تكتب المخطوط الأصلي المتن. نعم. الأصلي للعلم يكتب به، وكانت التعليقات تكتب على هوامش الكتب هذه. نعم. فكانوا يسووها بقلم يشبه النسخ. نعم. قصير أقصر شوي خط وميله مختلف عن النسق الأصلي للمتن. جميل. أنا مودي أيضا أتوقف عند هذا الشكل. نعم. من الخط وهو الفارسي. الخط. نعم. هو خط عربي. والأبجدية أبجدية عربية. نعم. ما الذي أطلق عليه هذا الشكل من الحروف الفارسي؟ أنا أرجع أقول أنا هو لا يسمى بالفارسي، هو يسمى. نعم. بخط تعليق. والغريب بالأمر أنه الخطاطين في بلاد فارس بإيران إذا تقول له خط الفارسي ما يعرفه، يعرفه. نعم. التعليق. نحن العرب أطلقنا عليه الفارسي، هم يسموه التعليق لأنه هو خط. نعم. أصله بغدادي. نعم. أطلق عليه الفارسي أنه اشتهروا به. يعني. نعم. اليوم في بلاد إيران مثل تروح أو الباكستان أو هذا الخط تطور في منطقة هرات. نعم. وخط قديم أخذ من المدرسة البغدادية واسم القديم كان يسمى بالنس تعليق. نعم. أي النسخ تعليق. وعرفنا السبب أنه أصلا كان يكتب على مخطوطات النسخ ويكتب بخط مشابه للنسخ. نعم. ولكن بطريقة أقصر وأنعم حتى يكتب به هوامش الكتب فسمي بخط التعليق. أي ما علق على النص يعني. نعم. عندما يريدون التعليق على النص الأبدعوا به يعني في مثل الإمام الأكبر به كان هو علي الهروي ما يسمى بعلي الهروي وهو هذا أستاذ الخطاط الشهير عماد الحسني بالقرن 15. نعم. الميلادي اللي اشتهر ولليوم هو يعتبر المرجع بالخط خط التعليق. نعم. فسبب إطلاق التسمية بالخط الفارسي هو أنه إحنا العرب أطلقناه لأنه بلاد فارس اشتهروا بكتابته. نعم. أنا اللي أريد أقوله دكتور بهذا النقطة هناك العشرات من أنواع الخط. نعم. هذه الخطوط ابتكرت كلها في بغداد. كلها ابتكرت. نعم. في بغداد ياقوت المستعصمي وتلاميذ ياقوت الذين انتشروا في الأصقاع جهة المشرق وجهة. نعم. المغرب نقلوا كل الأقلام وأنواع الخطوط هذه منها ما اندثر ومنها ما اشتهر. نعم. ومنها ما اختزل. اليوم اللي نشوفه خط النسخ تلاقي مثل خط النسخ في زمن ياقوت أكثر من نوع من خط. نعم. النسخ فيها مشتركات كثيرة ولكن يسمى مثل خط النسخ الفضاح النسخ الغباري يعني إذا القلم كان ناعم جدا يسمى بهذا الخط يعني هم هي متشابهة كمتن. نعم. الحرف الجزئية الفنية بالحرف. نعم. متشابهة ولكن. نعم. طريقة أداء تختلف فيسمى بمسمى جديد. طيب بدي أنا أسألك أيضا يا دكتور أنت استهدفت برنامج تحت عنوان الخطاط المحترف. نعم. بدي أن
نسلط الضوء على هذا البرنامج. هذا البرنامج أطلقته بالتعاون مع الأخ دليل البرزنشي في معهد العلم للجميع. نعم. مركز العلم للجميع اللي هو مركز البرزنشي، سوينا بالتعاون هذا. إيش صار؟ أين يكون هذا المركز؟ في هنا في عمان، في يعني في شارع الجامعة. نعم. أطلقته من 6 سنوات أو 7 سنوات. أنا كنت أدور يعني دائما أقول هناك خلل بتدريس الخط. نعم. بطريقة أكاديمية بالكليات الفنون بمعهد الفنون، هي لا يدرسون مثل الطريقة القديمة المتوارثة بتدريس فن الخط، وهذا سر أو سبب خلينا نقول عدم اشتهار فن الخط وانتشاره بقوة. الرسم يدرس بطريقة أكاديمية، والنحت يدرس بطريقة أكاديمية، لذلك نلاقي يطلعون فنانين. نعم. بالخط، الخط يدرس بطريقة مقتضبة مثل الطريقة القديمة. نعم. الطريقة القديمة كانت يدرسون منهج ثابت من زمن مدرسة بغداد إلى أواخر الدولة العثمانية وبداية المدارس الأخرى مثل مدرسة الشام، مدرسة بغداد. إذن هو برنامج تدريسي. برنامج تدريسي سويت. نعم. به الطريقة القديمة اللي هي يأخذ الأبجدية مفصلة. نعم. كيفية جزئيات تشريح كل حرف. نعم. كيف تصير، بعدين اتصال كل حرف مع بقية الحرف، وبعدين نصوص اختبارية تطبيقية، وينتقل من الخطوط من الأسهل للأصعب، يبدأ بالرقعة. نعم. وينتقل للديواني، ثم الديواني الجلي، ثم التعليق، ثم النسخ، ثم الثلث، ثم الثلث الجلي. هاي الأصلية. ويأخذ الكوفي بالبداية وبنهاية. الكوفي ما له علاقة بهاي الأصناف، يأخذ بطريقة مقتضبة حتى يعرف أصول هذا الفن، فبالتالي يطلع الخطاط محترف بمعنى الكلمة. جميل. هاي الفترة تطول سنة وشهرين أو 9 شهور أو 8 شهور حسب عدد الساعات اللي يعطيها بالأسبوع. جميل. معذرتنا دكتور، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. معذرتنا، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج فضاء. ضيفي لهذه الحلقة الخطاط والأكاديمي العراقي الدكتور مثنى عبد الحميد العبيدي. أعود إليك دكتور. يعني كنا نتحدث عن أنواع الخط، وحضرتك يعني دخلت في تفاصيل مهمة جدا في هذا الموضوع، وأيضا تحدثنا عن موضوع مشروع أو برنامج الخطاط المحترف. حضرتك قلت أنه في هذا البرنامج أنك تأخذ الخط من بداياته وتفصيل إلى أن تصل إلى ثم تنتقل قديمة. نعم. فترة دراسة شكل الخط الواحد كم تستغرق في هذا البرنامج؟ أنا أسويه بالساعات حسب صعوبة الخط. نعم. يعني مثل أقل فترة زمنية ممكن أعطي بيها خط مثل خط الرقعة اللي هو. نعم. الأبسط هو والديواني يتراوح من 23 ساعة إلى 24 ساعة. نعم. فمن يتوزع بالأسبوع 5 ساعات المحاضرات، فتحسب انت عدد الأسابيع، هذا أقل شيء. الخطوط الأصعب مثل خط النسخ تصير 30 ساعة. نعم. الخطوط الأصعب مثل الثلث الجلي والثلث تصير 35 ساعة أو أكثر. طبعا في ختام كل دورة نسوي معرض للطلاب. الطلاب طبعا مو طلاب، هم بالحقيقة محترفين، أغلبهم أطباء، مهندسين، باحثين. نعم. شباب صغار. هو البرنامج أطلقته محلي وأونلاين. فتلاقي مثل خطاطين من كندا، من أمريكا، من أوروبا، فرنسا، كثير طلاب يجوا، منهم عرب ومنهم غير عرب، منهم أجانب، الخليج، دول الخليج. فالبرنامج غني جدا، لأنه أنا رجعت طريقة المشيخة مثل ما نسمي. نعم. طريقة المشيخة بالتدريس هي طريقة التلقين بجزئيات الخط، وليس بس النظرة الهيئة العامة للخط أو مجرد يدرس الشكل الرئيسي للخط. نعم. لازم تفاصيله أبعاده، يتمرن الطالب، وأنا سميه مرحلة الاستكتاب. نعم. اللي يعني من يكتب أمام الأستاذ، فالأستاذ يشوف الخلل عنده وين، قد يكون خلل بإيده، قد يكون بزاوية القلم، قد يكون بنوع القلم. نعم. الاستكتاب نكتشف إحنا الخطاط المتعلم وين خلله، فبالتالي تطور بسرعة. يعني. نعم. خلال هالفترة هذه يأخذ علم يطلع خطاط محترف بمعنى الكلمة. نعم. انطلاقة مهمة يعني. نعم. جميل. أنت قلت أصعب الخطوط حسب ما مررت على الساعات التي يعني تخصص لدراسة. نعم. الشكل الخط الواحد، قلت الثلث أصعب الخطوط أو. نعم. هكذا قلت خط. نعم. صعب. لماذا يسمى هذا، أو لماذا يكون هذا أصعب الخطوط وأنه. نعم. خط صعب أو هذا الشكل الثلث صعب؟ خط الثلث هو أصعب الخطوط العربية، يسمى بملك الخطوط أو. نعم. سيد الخطوط لأسباب. طبعا الأصعب منه الثلث الجلي اللي هو مشتق من يعني الخط الثلث، هو المنطلق الذي ينطلق من الخطاط الثلث الجلي. لا يمكن. نعم. للخطاط أن يكتب الثلث الجلي بدون ما يكتب الثلث.
أسبابه أنه هو الخط الأعلى نسبا بعدد النقاط وبحجم الحرف. يعني من نأخذ خط الرقعة مثل ألف وقصير ثلاث نقاط، ألف النسخ ينتقل يصير خمسة، فبالتالي يكون أصعب من الألف الثلث يصير سبع نقاط. بالثلث الجلي قد يطول الألف إلى 12 نقطة، 9 نقاط، 8 نقاط، فطول الحرف يراد له سيطرة عالية من الخطة. نعم. طبعا مثل الألف مثلا، البقية الأشياء الحروف كل واحدة لها مواصفات، غير أنه الثلث الجلي مثل في احتماليات اتصال لحرف عالية جدا كثيرة جدا أكثر بكثير. يعني لاقي مثل شكل حرف الميم بالرقعة شكل واحد، بينما مثل شكل حرف الميم بالنسخ خلينا نقول شكلين. نعم. بالثلث تصير تتعدى 8 أشكال، الحاء الجيم السين أشكاله، أشكال حروفك متعددة، مقاسات حروفك كبيرة، يراد له سيطرة عالية جدا على باليد أنه تتقن الحرف، وبالتالي يتطلب وقت طويل بالتمرين ويتطلب تركيز عالي، لأنه بقية الخطوط ممكن إذا كان هناك خلل بالحرف بسيط بس بالمجمل التسطير جميل تمشي الأمور تطلع حلوة. نعم. هذا مثل النسخ، وهذا سر أيضا سبب من أسباب اختيار كتابة المصحف. يعني إذا الخط قوي مو كثير نص خلينا نقول، بس تسطيره جميل وتوزيعه جميل العين تشوفه حلو. خط الثلث المشكلة فيه أنه إذا كتبته وحسيت هناك أجزاء من الميل الحرف طالع غلط، الحرف كله يطلع مو حلو، فصعب السيطرة جدا. لذلك خطاطين الثلث هم الأقل عالميا. نعم. وبالتاريخ من نشوف من تربع على عرش فن الخط هم الذين يكتبون الثلث. مو يكتبون غير خطوط. نعم. يعني تلاقي هو يكتب كل الخطوط الخطاط، بس تلاقي مثل التاريخ خطاط يذكر لك مثل ياقوت. علينا أن إذا نريد نعرف أن هذا الخطاط محترف أو مبدع نسأله كيف تكتب الثلث أو الثلث. نعم. الثلث. نعم. نعم. صحيح. جميل، هذه معلومة. نعم. مهمة، شكرا لك. الله يخليك. سبقا حصلت على جائزة الإبداع العراقي التشجيعية عن الفن الإسلامي، وأنت عضو لجنة التحكيم أيضا في ملتقى الفن الإسلامي في مسقط، وعضو لجنة التحكيم في بينالي الشارقة أيضا. في الفنون الإسلامية ودي أن يعني نسلط الضوء على الفن الإسلامي. ما هو الفن الإسلامي؟ ما خصائص الفن الإسلامي؟ نعم. ما فرقه أو ما الذي يميزه عن بقية الفنون؟ الفن الإسلامي هو مصطلح واسع جدا. نعم. تخصص كبير جدا يدرس عالميا بكثير من الجامعات مثل جامعة الأمير تشارلز في بريطانيا من أهم. الفن الإسلامي يشمل كل ما يتعلق بفنون الحضارة الإسلامية. نعم. الخط ركن ركين فيه. الزخرفة ركن ركين فيه. العمارة الإسلامية ركن ركين فيه. النسبة الفاضلة والهندسة المثال الفاضلة يسموه الهندسة الذهبية والهندسة الفاضلة ركن أساسي. فهو يشمل فنون العمارة الإسلامية، يشمل فنون الخط العربي. نعم. يشمل فنون الزخرفة الإسلامية والتذهيب، يسمى بالفن الإسلامي. المهرجانات مو كلها مختصة بالفن الإسلامي، هناك مهرجانات خاصة بالفن الإسلامي، هناك مهرجانات خاصة بالخط العربي. نعم. بالشارقة أو مسقط، في مسقط كان مهرجان خط عربي، بالشارقة هناك مهرجان الفنون الإسلامية. نعم. وهناك مهرجان الخط العربي، وهناك مناسبة مهرجان الخط بينال الخط، يعني دبي سأطلق جديد بينال الخط، يقصدون بالخط مو بس الخط العربي، كل من الفنون المتعلقة بالخط يشاركون بهذا البينالي. ولا نقصد بالخط المخطوط، يعني ممكن يدخل فيه النحت، يدخل فيه الحداثة، يدخل فيه التشكيل، الخامات مختلفة، يعني تبدأ من الكتابة على الطريقة القديمة على الورق والأصول وينتهي بالنحت الحديث، بس يستلهم الحرف كأساسية مفردة به، أو يستخدم مثل خامات الكانفاس، تستمع بالكانفاس يشتغلون، أو ريليف الناحية، كل هذا يسمى يدخل ضمن حيز الفن الإسلامي. بس الرئيسي بالفن الإسلامي هو العمارة الإسلامية. نعم. مهرجان الفنون الإسلامية الحقيقة للصير ما تأخذ العمارة. نعم. تأخذ فقط ما متعلق بالخط العربي والزخرفة الإسلامية بكل جوانبها من الكلاسيكية إلى الحداثة والمعاصرة. نعم. جميل. حضرتك عملت بمنصب مستشار المتاحف في مؤسسة الملك، مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية. يعني مودي أن الدراسات، نعم، مركز أو مؤسسة الملك فيصل للدراسات الإسلامية. يعني مودي أن نطلع على ما هو الدور الذي كنت تقوم به، فقط ما يخص. نعم. الخط أم هناك جوانب؟ لا، هو هذا حقيقة هذا كان استكمالا لمشروع مصحف. نعم. الفيصل، أنا اشتغلنا، تعاقدت المركز، تعاقد معي يعني سمو الأميرة مها الفيصل. نعم.
هي رئيسة مركز ملك فيصل للدراسات الإسلامية أن نكتب مصحف على الطريقة القديمة، الطريقة البغدادية القديمة. نعم. فقالت أنا حلمي أن أحيي المصاحف البغدادية القديمة اللي تكتب بخطين، تكتب بالمحقق والريحان أو تكتب بالثلث والنسخ. نعم. واليوم في هالوقت قليلة، صارت نادرة جدا أو تكاد تكون معدومة. فقالت حلمي أنه أنت خطاط بغدادي من يعني من أحسن الخط، يعني الريحاني يسمى؟ يسأل المصاحف البغدادية القديمة كانت تكتب بقلم المحقق والريحان. نعم. والثلث والنسخ، الريحان هو الأب الروحي لخط النسخ. نعم. المحقق هو الأقدم من الثلث. ماذا يختلف عن المحقق والثلث مثل؟ نعم. الثلث أساسه جمع الحروف مع بعضها. نعم. فنلاقي الكؤوس كلها مجموعة متصلة مع بعضها. خط المحقق كل شيء مفصول عنه، وكل شيء فيه مرسل، لا وجود لميم رحماني أو راء مدورة، كلها بالإرسال. لذلك كان يستخدم بالمصاحف أيضا، لأنه لا لبس فيه ولا تقاطع فيه. نفس مواصفات النسخ. قلم الريحان يشبه قلم المحقق، ولكن يكتب بحجم 1 ملي أو أقل من 1 ملي بكثير. فالمصاحف القديمة كانوا ينوعون، مصاحف البغدادية تحديدا. نعم. كانوا ينوعوا بالصفحة، تكون كل صفحة عبارة عن لوحة فنية وليست عبارة عن صفحة مصحف. فيكتبون بأكثر من قلم. أقصد به أكثر من نوع بالخط وأكثر من حجم في القلم أيضا. يعني المحقق يكتب بقلم كبير والريحان يكتب بقلم صغير، فتصير اللوحة مقسمة 3 أقسام أو قسمين، تتراوح أقلام متعددة، خطوط متعددة، فتتحول الصفحة إلى لوحة فنية كاملة. نعم. خطيت لهم المصحف مركز الملك فيصل، وكان مصحف جميل جدا، الآن في المتحف موجود، وأملنا أن نطبع. يعني كتب بخط الثلث والنسخ على الطريقة القديمة، على طريقة ياقوت. نعم. من خلص المصحف دخل في مراحل كثيرة بالتصحيح وبالجسمة، فمن انتهى العقد تحول العقد إلى استشاري المتحف. نعم. المتحف أنا كثير زيارات، مديرة المتحف يعني علاقة طيبة وياها، يطلعوني على بعض مخطوطاتهم، على إيش رأيي بهذا المخطوط، إيش رأيي بنوع الخط بهذا المخطوط اللي خاصة بالخط، هذا الدور اللي قمت به، وكنت كل الوقت حقيقة هو تفرغا لمصحف الفيصل. نعم. منشوراتهم كثيرة في المتحف، لدي منشورات، فدائما كل التصاميم الخطوط اللي خاصة بالمتحف أنا أقوم فيها. نعم. وظلت لي فترة وأكملنا يعني هذا المهمة. جميل. احنا تحدثنا عن المدرسة العراقية ومكانة المدرسة العراقية عند الخطاطين العرب. نعم. هناك مدرسة أخرى أيضا تذكر دائما ويثنى عليه، هي المدرسة التركية والمدرسة طبعاً العثمانية. نعم. ودي أن نقف على هذا الجانب، هل هناك تنافس بين المدرسة العراقية والمدرسة العثمانية أو المدرسة التركية في الخط العربي والزخرفة، أم هي عملية يعني تعايش وتلاقح أو نعم تعاون وتكامل؟ يعني أنا عندي رأي بصراحة قد يعني لا يرضي الكثيرين. نعم. أنا أقول لا وجود لمدارس بالخط، هناك أساليب تختلف. نعم. مدرسة الخط مدرسة واحدة، المدرسة أنشئت في بغداد، أطلقت في بغداد، بغداد أم المدارس الخطية. نعم. تاريخيا حقيقة ثابت، هم اللي سووا الخطوط وهم اللي خلوا قواعده وهم اللي ابتكروا الخطوط، واحنا اليوم مدى نسوي 20% من ما عملوا الخطاطين في القدماء في بغداد أبدا. بس كل جيل عن جيل ينتقل من يتأثر بما سبق من الأساتذة ويحاول أن يضيف جمال جديد، فأسلوب تضاف الجمال بسيط، يعني كل 100 سنة نشوف تغير بسيط بهذا الخط، أجمل صار متطور أكثر، وتأتي 100 سنة ثانية تلاقي إضافات أكثر، إضافات أكثر. الدولة العثمانية أنت أساتذة الرئيسين مثل الشيخ حمد الله الأماسي وأحمد القرحصاري رحمة الله عليهم، هم مؤسسي الفن الخط في الدولة العثمانية، تأثروا بياقوت، بل وبعضهم حمد الله الأماسي من كان يكتب مصحف يقول وكنا نتوق إلى بعض ما كتبه ياقوت. جمالي يعني يتكلم عن الجمال. البقية الدولة العثمانية كل خطاطين العظام الدولة العثمانية أخذوا من ما سبقهم. نجي على المدرسة البغدادية الحديثة. نعم. نلاقي مثل مرحوم هاشم البغدادي رحمة الله عليه تأثر بحامد الآمدي وأخذ الإجازة من حامد الآمدي. نعم. وهو تركي. الأستاذ عباس أستاذي كتب كراسة الأولى كان متأثر بالشيخ عزيز الرفاعي وهو. نعم. من أواخر الخطاطين العثمانيين الكبار. الخط من نقول المدارس مختلفة، احنا بالحقيقة ما جبنا غيرنا بقواعد الخط، كلها قواعد ياقوت، الواو 4 نقاط بالثلث وهذا المرسل 6 وهذا 5 والألف طولها القد وهذا طولها القد، الأساليب هي التي تختلف، فهو لا وجود لصراع ولا وجود لمنافسة. نحن أنا شخصيا تأثرت بأستاذ عباس بغداد وتأثرت بالكثير من الخطاطين العثمانيين الأساتذة اللي توفوا بنهاية القرن الفات الكبار، مثل سامي، مثل حامد، مثل نظيف، مثل حقي، مثل أحمد الكامل، مثل حامد،
بداية نشأتنا تأثرني بهاشم رحمة الله عليه. نعم. ماكو واحد ما تأثر بهاشم. مو هاشم تأثر. نعم. وهاشم تأثر. جميل. حضرتك ذكرت عباس البغدادي رحمة الله عليه الذي غادر هذه الحياة قبل فترة أكثر من شهر رحمة الله عليه في مغتربه في أمريكا رحمة الله عليه. يعني دائما أراك تذكر عباس البغدادي في يعني دائما في كل المجالس وفي كل الأحاديث في كل ما يخص الخط العربي. نعم. ماذا يشكل عباس البغدادي في مسيرتك الإبداعية؟ البغدادي كل شيء في مسيرتي. نعم. عباس البغدادي أنا التقيت به بال 83 وال 84 وكنت بالمتوسطة. أخذني الوالد كان يعني في العظمية في الوزيرية وبيتنا كان قريب فرحت كنت صغير فدرست الخط. أنا حظي يعني حظي الذي أحمد الله سبحانه وتعالى عليه. والوالد وداني التقيت بداية ما درست الخط بالأستاذ العظيم نقول بغدادي. عباس بغدادي هو الحلقة الأهم بالمدرسة البغدادية. هو الذي أعاد أمجاد هاشم رحمة الله عليه. هاشم رحمة الله عليه من توفى بالسبعينات. إذن هو امتداد لهاشم البغدادي. طبعا هو نعم. وإن كان لم يكن تلميذه يعني نعم. أستاذ عباس يعني ما تتلمذ على أحد. هو أستاذ نفسه وتأثر بحقيقة بالمدرسة العثمانية. تأثر بكتابة عزيز بالثلث. تأثر بكتابة شوقي بالنسخ وطورها الكثير. نعم. فكرة حر تعلمنا منها الحرية بالتفكير. الحرية بالتعامل مع الحرف مو ننقله كما هو. لازم نفكر بكل جزئية. الأسلوب اللي أدرس اليوم يعني هو أسلوب أستاذنا البغدادي. نعم. طريقة تقسيم الحرف وتشريح زوايا وخفايا ما بالحرف. حبه وعشقه للخط يتجاوز كونه مهنة أو يتجاوز كونه فن. بالنسبة له قضية أمة يعني يعتبره هو حامل للأمانة. وأني كان دائما يوصيني يعني ويقول لي أنت الأقرب لي دائما يجب عليك تحمل الأمانة. وأنا بنتوفى يعني أحس جزء كبير من عندي راح. جميل. أنا لاحظت أغلب الخطاطين حقيقة الذين التقيت بهم. نعم. في فعاليات ما يخص الخط العربي والزخرفة أو في برنامج فضاءات دائما يذكر مثلنا العبيدي. دائما يثنى مثلنا العبيدي وكثير منهم يدينون بالوفاء وبالفضل لك. الحمد لله. الفضل على يدي. نعم. خاصة الخطاطين الأردنيين. نعم. نعم. الحوار ممتع مع حضرتك. شكرا حبيب. لك على أنا أشكرك وأشكر تعبكم وأشكر تعب الفريق. جولة جميلة في آفاق شرفتونا الخط العربي والزخرف والفن الإسلامي. شكرا لك حبيبنا. يحفظكم لك. إن شاء الله. وشكرا للقناة وشكرا لك شخصي وشكرا للفريق. شكرا لك. شكرا لك أعزائي المشاهدين. أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.